عنتاب سادس أكبر مدينة تركية، دخلتها القوات الإنجليزية في 17 من كانون الأول عام 1918، وقامت بنفي قادة الرأي والمجتمع بحجج واهية إلى سوريا ومصر، ومارست هذه السلطات الظلم والاضطهاد ضد السكان، فعمت المظاهرات وبدأ الحراك المسلح بتشكيل الجمعية الإسلامية من قبل عبد الله أفندي بلبلزادة، والذي كان مفتيا في اسطنبول، فعاد إلى عنتاب للدفاع عنها قائلا: لا إفتاء وبلدي محتل. وفي أيلول عام 1919 انسحبت القوات الإنجليزية من المدينة بموجب اتفاق مع الفرنسيين، وفي الخامس من تشرين الثاني من العام ذاته احتلت القوات الفرنسية عنتاب. قام الفرنسيون بإنزال العلم التركي من كافة الدوائر الرسمية، وأطلق الفرنسيون اسم كيليكيا على المدينة، وكانت لحادثة إنزال العلم التركي من مخفر أقيول في عنتاب وقع القنبلة على الناس، ترافق ذلك بمحاولة اعتداء من قبل الجنود الفرنسيين على امرأة تركية، فدافع عنها ابنها كاميل حتى استشهد، فبدأت المظاهرات والحراك المسلح ضد الفرنسيين. فحاول الفرنسيون تهدئة الوضع، ووعد قائدهم ماري بالقبض على الجنود الفرنسيين الجنات وبدفع دية كاميل، لكن والده رفض ذلك وقال جملته المشهورة: وهل أنا عديم الضمير حتى أساوم على دم ابني؟ شعبي سينتقم له. وفي الرابع من أيلول عام 1919 في مدينة سيوس تم توحيد العمل العسكري والسياسي تحت مسمى جمعية الدفاع عن الحقوق، وتم حل الجمعية الإسلامية. وخاضت عنتاب معارك عديدة ضد الفرنسيين، واستشهد كثير من أبنائها أمثال شاهين بي، قريلان، آك بابا، فأوجعوا الفرنسيين وضيقوا عليهم. عندما لم يهدأ الوضع حاصر الفرنسيون المدينة من كل الجهات باستقدام قوات من سوريا وأماكن أخرى، واستمر الحصار قرابة 10 أشهر عانت فيها عنتاب الجوع والعطش ونقص الإمدادات العسكرية. وقد قصفت خلالها القوات الفرنسية المدينة 80,000 قذيفة مدفعية، ما أدى إلى تدمير 8,000 بناء وتضرر مثلها جزئيا، وسقط أكثر من 6,000 شهيد من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. في 8 شباط عام 1921 أضاف البرلمان التركي اسم غازي للمدينة لاستبسال أهلها في الدفاع عنها، فأصبح اسمها غازي عنتاب. انتهى الحصار بدخول القوات الفرنسية والسيطرة على المدينة بشكل كامل في 9 شباط عام 1921. بعد دحر القوات اليونانية على الجبهة الغربية في سقاريا، تم التوقيع على اتفاقية أنقرة مع الفرنسيين في 20 تشرين الأول عام 1921، والتي تم بموجبها تسليم غازي عنتاب إلى البرلمان التركي. وانسحبت القوات الفرنسية بعد 2 شهر في 25 من كانون الأول من المدينة، واعتبر هذا التاريخ عيد استقلال عنتاب عن الاحتلال الفرنسي، والذي يحتفل به كل عام. طرقات مدينة غازي عنتاب التركية تؤدي كلها إلى حلب، فمنذ لحظة الخروج من مطار المدينة تأتيك لوحات الإرشاد المروري تخير الزائر بين التوغل في وسط المدينة أو الالتفاف باتجاه حلب التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن توأمتها التركية. فالمدينتان المتجاورتان ترتبطان ارتباطا تاريخيا وثيقا، تتداخل فيه العائلات والتجارة والصناعة المحلية،
حيث كان سنجق عنتاب يتبع لولاية حلب خلال حكم الدولة العثمانية. وبموجب اتفاقية لوزان عام 1923 بقيت عنتاب ضمن الأراضي التركية وحلب ضمن الأراضي السورية. كأن ثمة في عنتاب ما يذكرك دائما بأن المدينة هناك حيث حلب، أما هنا فمجرد ريف بلد آخر. ولأن الريف غالبا ما يخدم المدينة في حربها، تحولت عنتاب في السنتين الأخيرتين إلى ظهير فعلي للشمال السوري. ويقدر عدد السوريين في غازي عنتاب بحوالي 400,000 سوري يتوزعون بين 4 مخيمات ومركز المدينة ومحيطها. فتحت عنتاب للضيوف السوريين كما سمتهم أبوابها منذ الأيام الأولى للثورة السورية، وقدمت يد العون لهم إما من خلال المؤسسات الرسمية أو من خلال منظمات المجتمع المدني. وتم افتتاح أول مدرسة سورية في تركيا في عنتاب من قبل بلدية غازي عنتاب الكبرى، وتبعتها مدرسة ثانية تبرع بها رجل أعمال تركي، وتعهدت البلدية بإدارتها وسميت آنذاك بمدرسة الصداقة. واليوم يوجد في عنتاب 48 مدرسة تقدم التعليم المجاني للأطفال السوريين وتستوعب حوالي 50,000 طالب. كما كانت عنتاب صاحبة فضل في استصدار بطاقات الكملك التي بموجبها استفاد السوريون من كافة الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية مجاناً. واستضافت عنتاب أيضا الحكومة السورية المؤقتة ومنظمات المجتمع المدني السورية والدولية، فلذلك استحقت لقب عاصمة الثورة السورية خارج سوريا. فباتت عنتاب تلبس حلة عربية سورية بمطاعمها ومحلاتها وأناسها، ليخال المرء نفسه وهو سائر في بعض الأحياء أنه في حي من أحياء حلب.